للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصادات البيئة. أهلا بحضرتك دكتور، وكيف ترى إلى الآن يعني أثر التغيرات المناخية اللي بتشهدها دول العالم؟ مساء الخير يا أستاذ سادي. أهلا بيك. حضرتك وعسادة مساعدة. الحقيقة فني طبعا احنا عارفين أن التغيرات المناخية حاليا تسببت في زيادة متوسط درجة حرارة هذا الكوكب الأرض حوالي 1.1 درجة في المتوسط. طبعا مش معناها أن كل دول العالم زادت بهذا المقدار، ولكن هذه درجة متوسطة للزيادة، وهي ستستمر في الزيادة زي ما احنا عارفين، وعارفين طبعا تداعياتها في السنوات القادمة إلى آخره. ولكن طبعا ما يشهده العالم الآن زي ما حضرتك تفضلت من موجة حارة كبيرة جدا في خاصة في بعض دول شمال أفريقيا اللي هي جنوب المتوسط والبحر الأبيض المتوسط، أو جنوب أوروبا اللي هي شمال البحر الأبيض المتوسط، فهي طبعا هذه الظاهرة هي ظاهرة جوية، ويعني الأمور يعني تفاقمت أكثر بسبب حاجتين أدوا إلى زيادة هذه الظاهرة الجوية. أولا نقول هي الظاهرة الجوية دي حضرتك اللي أدت إلى زيادة درجات الحرارة، وأدت إلى الجفاف، وأدت إلى بعض حرائق الغابات في مثلا جنوب أوروبا. هي طبعا بسبب ما يعرف به اللي هي يعني هناك ضغط جوي مرتفع أدى إلى الضغط إلى أسفل من طبقات الجو العليا إلى أسفل، ودي أدت الضغط ده أو البريشر ده اللي بيحصل عالي لما بينزل إلى الأرض، يعني لما بينزل إلى التربة بيؤدي إلى ارتفاع شديد جدا في درجة الحرارة، ودي طبعا يعني موجات حارة وبتحصل. طيب هل ما تتحدث عنه يا دكتور هو القبة الحرارية؟ القبة الحرارية بالضبط يا فندم، اللي هي ما معناها ان احنا بسبب هذا الضغط الجوي المرتفع بيضغط الى الاسفل والى طبقات الارض اللي هي السفلى، فبتؤدي الى كأن اللي احنا حطينا نوع من انواع الغطاء او القبة او يعني غطاء حطيناه فوق هذه المنطقة بحيث ان بتخلي تحتبس الحرارة في الداخل، ما فيش اي نوع من النفاذية لدرجات الحرارة بحيث ان هي تتغير ويجي هواء بارد او يجي كذا، لا هي بتبقى في هذه المناطق او في هذه البقعة الجغرافية كأن قفلنا عليها بقبة من الحرارة، ودي طبعا يعني موجة حرارية. طب ايه اللي خلاها تتفاقم اكتر؟ حاجتين حضرتك، ان التغيرات المناخيه ادت الى زياده درجه الحراره، لان اوريدي درجه الحراره زايده فعلا على هذا الكوكب، وثانيا ان شده وتردد هذه الموجه الحراريه ازدادت بسبب التغيرات المناخيه. وكمان عندنا ما ننساش ان ظاهره النينيو، الظاهره المناخية اللي موجودة عندنا اللي بتيجي كل سنتين لسبع سنوات، ظاهرة النينيو، وهي ان بعض مناطق من العالم بتزداد درجة الحرارة فيها بسبب طبعا تقلبات في المحيط الهادئ والى اخره، والمناطق الاستوائية من المحيط الهادئ، فدي بترفع درجة حرارة مناطق كثيرة جدا إلى جفاف. فعندنا أيضا هناك من يقول يا دكتور أنه هناك نشاط شمسي يعني زائد يعني في هذه الأونة، وهي أيضا من أسباب هذه القبة الحرارية. طبعا يا فندم احنا سمعنا بعض التقارير التي تؤكد زي ما حضرتك تفضلت أن هناك أنشطة خاصة طبعا بالشمس إلى آخره بتؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة. هي طبعا حتى يعني للأسف الشديد هي هتقعد معنا كذا يوم أكتر، وهتنتقل إلى بعض الدول الأخرى في جنوب أوروبا، أو في نقدر نقول في شرق أوروبا أكتر على وجه التحديد، أو جنوب الشرقي. فللأسف عدة عوامل لم تساعد، ولكنها أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة الجوية. طيب ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من مختلف دول العالم لمواجهة هذه التغيرات يا دكتور علاء؟ هو طبعا يا فندم ناخدها ك يعني كهيت ويف او كموجه حاره. الموجه الحاره طبعا لابد ان الدول
توعي المواطنين ان هم ياخذوا الكثير من الاجراءات في مثل هذه الاوقات اللي ترتفع فيها درجه الحراره، ان هم دايما يكونوا هايدريتد، دايما يكونوا يشربوا ميه كثير جدا، يحاولوا ان هم يمتنعوا عن التعرض لاشعه الشمس المباشره في وقت الذروه، او يحطوا كمان على يعني يحتموا يعني تحت الظل، او ان يكونوا لابسين لو مضطرين ان هم يخرجوا بره يلبسوا حاجات بيضاء او فاتحه اللون وليست داكنه، وان هم دايما لو تعرضوا للشمس يحاولوا بقدر الامكان ان ما تكونش تعرض مباشر ولكن يكون غير مباشر indirect exposure، ويشربوا ميه وسوائل كثيره جدا، وبقدر الامكان مش لازم لو انا مش مضطر اخرج من البيت، مش لازم اخرج في البيت، او لو هخرج مش لازم اخرج وقت ذروه الشمس الى اخره. هي توعيه المواطنين دي حاجه مهمه جدا، لابد ان المرافق الطوارئ اللي هي الصحيه لابد ان هي تكون طبعا على درجه كبيره من التاهب، خاصه مع كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، فدي طبعا حاجه مهمه جدا لان هم دول اكثر هشاشه واكثر تعرضا للمشكلات بسبب ارتفاع درجات الحراره. وطبعا لو نقدر بقدر الامكان ان احنا نخصص بعض الاماكن اللي فيها يعني تهويه كافيه ومكيفات هواء للناس اللي عندهم مشكلات في منازلهم، ما يقدروش ان هم يعني يجدوا المأوى الملائم لهم يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات دكتور علاء سرحان استاذ اقتصادات البيئه.